طبعا يعني اتصور امبارح بتصاب دكتور داخلي، اخصائي داخليه بحلب، وبتنفتح بطن له اسعافي، وبنفس الوقت بيقتل ممرض جناح في احد المشافي الميدانيه، ونحن بالاساس عم نعاني في النقص في الكادر الطبي. حتى الاطفال هن الاطفال ما عم يسلموا من القصف. يعني تصور طفل ما بتجاوز عمره السنه واهله كثير فرحانين فيه، وحتى ملبسينه لبس حلبي قديم. الطيران كان هدفه هذا الطفل اللي تحول من نظرة مستقبل في عينين أبوه وأمه لجثة هامدة عم بدعوه بقبلات حارة مع دموع منهيرة. طبعا هذا هو حالنا بحلب. طبعا أنا ما وصفت إلا جزء من جزء قليل من معاناة حلب.